أستاذ أحمد، بنبارك لحضرتك على بداية الحدث العظيم الإنساني مستشفى بوابتك للخير للشر للدماغ. الله يبارك في حضرتك. في البداية عايزين حضرتك تكلمنا عن بداية مؤسسة بوابتك للخير وإيه الأهداف الأساسية منها؟ مؤسسة بوابتك للخير إحدى مؤسسات المجتمع المدني، نشأت في سنة 2018، الهدف منها مشاركة المجتمع والحكومة. والله إحنا بنشارك في كل حاجة، يعني مساعدات موسمية، يعني مساعدات غذائية، بطاطين بنقدم في عيد الأضحى، عملنا أطلقنا مبادرة فرحهم بالعيد، عندنا مساعدات للأيتام، زواج اليتيمات بنقدم لها أجهزة تساعدها في تجهيز منزلها اللي هو هيبقى بيتها بالمستقبل، وبشكل إن احنا بنبقى إيه يعني من جزء من أهلها. واهم حاجه احنا ركزنا عليها الاطفال، لان احنا بنسعى ان يبقى في مجتمع الطفل بينشا فيه مكتمل النمو، مكتمل الادراك، مكتمل التعليم، ما بيعانيش، عشان ينشا فرد صالح في المجتمع يعين الدوله على تحقيق هدفها. ولكن من خلال المساعدات اللي احنا او الحالات اللي واجهتنا خلال تحقيق اهدافنا، لقينا ان في فئه محتاجه مساعده محدش واخد باله منها، هي أطفال المصابين بالشلل الدماغي. الأطفال دول بيبقوا محتاجين دايماً رعاية مستمرة من حيث العلاج، من حيث التأهيل، ما حدش واخد باله منهم. يعني ما فيش، دورنا عملنا بحث ما لقيناش ولا مستشفى متخصص في الشلل الدماغي. قلنا احنا كأدم سعينا ان احنا نساعد المجتمع ونساعد الدولة في توفير الرعاية للفئة اللي محتاجة دي، طرحنا الفكرة، بدأناها من وزارة الإسكان، قدمنا على طلبة عايزين قطعة أرض عشان نعملها مستشفى، وعملنا دراسة الجدوى. بالفعل تعاونت معانا هيئة المجتمعات العمرانية ودتنا قطعة أرض مساحتها 2000 متر في مدينة 6 أكتوبر، وهي دي البداية. عملنا دراسة الجدوى، نطمح إن هي تكون مستشفى على أعلى مستوى لخدمة الفئة اللي دايماً كانت غايبة عن الناس دي، يعني محدش كان مدركها. فإن شاء الله بدأنا المرحلة، خلاص استلمنا الأرض، أعدينا التصميمات الهندسية بتاعتها، بنسعى دلوقتي في استخراج التراخيص، ومن خلال البرنامج بنتمنى إن تساعدنا هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر على إنهاء الإجراءات عشان نبدأ فعلياً نطلع بالمستشفى وتبقى موجودة لخدمة الفئة اللي محتاجة المساعدة دي.